اهلا بيكم. احنا دلوقتي وصلنا لاخر سمة من سمات الجول. احنا قلنا محتاجين الجول يبقى فيه مجموعة سمات عشان ننقله من السحابة، ننقله جوه صندوق ونقدر نمسكه في ايدينا. السمة الخامسة دي هي انه يبقى تايم باوند. يعني ايه تايم باوند؟ تايم باوند الفكرة ان ما ينفعش اقول لك اعمل حاجة as soon as possible، ما ينفعش اعمل حاجة قبل ما تموت، ما ينفعش اسيب الحاجة تمشي كده زي ما الناس متعودة، الحاجة دي العادة فيها انها بتخلص في اسبوع، الحاجة دي بتخلص في ساعة. ما ينفعش الحاجة لما ما يتحط لهاش حدود زمنية ما بتخلصش. مثلا نرجع للشيت اللي احنا قعدنا نتكلم عنه شوية قبل كده. لو انا اديتك الشيت وقلت لك خلصه وهتهولي الاسبوع الجاي، هتعمل ايه؟ هتشتغل. ممكن تشتغل يوم اتنين، ممكن توزع الشغل على الاسبوع كله، ممكن ده اغلب الظن اللي بيحصل تخليه ليلتها ليلة التسليم وتخلصه وتسلمه. المهم ان هيخلص باذن الله في خلال الاسبوع. لو اديتك نفس الشيت ده وقلت لك خلصهولي بكره، تجيبه بكره، اوكي، هتقعد تكسر الدنيا تخلصه او ما تخلصوش، هتحل على قد ما تقدر وهتسلمني بكره. يمكن الفرق ايه؟ ان لو ده خلص وده خلص، ان اللي هيتسلم بعد اسبوع هيتسلم بس متنظف ومتبيض كده، لكن التاني يا دوب هتديهوني محلول بالشخبطه اللي فيه وبتسلم. تخيل بقى لو جيت اديتك الشيت ده وقلت لك لما تخلصه هاته، هتخلصه امتى؟ مش هتخلص، مش كده ولا ايه؟ يا ريت طبعا يقول لك لما تخلص وقت، صح؟ انا اساسا قلت لك ما تخلصوش. انا بقول لك لما اقول لك لما تخلصوا هاتوا، يبقى انا بقول لك ما تخلصوش. ليه؟ لان انا ما اديتلكش اي حد زمني. فانت هتعمل ايه؟ هتقسم كميه العمل على الزمن المتاح. ايه الزمن المتاح؟ ما لا نهايه. اقسم كميه العمل على، يبقى ما فيش حاجه هتتعمل ولا لا؟ مفيش حاجه هتتعمل. الحقيقة الكلام اللي أنا بقوله ده كتبه واحد اسمه باركنسون في مقالة، وبعدين عمل كتاب اسمه باركنسونز لو. أوكي، باركنسونز لو الحقيقة يعني بيعتبروه جماعة بتوع المانجمنت قانون من قوانين الإدارة، وهو بيقول لك إيه؟ إن الزمن، إن العمل هيتمدد بحيث إنه يملى الوقت المتاح لي. لو بصينا لها بالعكس، يعني الحاجة اللي ملهاش زمن محدد مش هتخلص. اوكي، يبقى لازم اي مشروع هتشتغل فيه، وبالتالي اي جول تحطه للمشروع، لازم الجول ده يبقى مغلف في غلاف اسمه بالفترة الزمنية المتاحة. يا ترى كل المشاريع او كل الافكار او كل الحاجات اللي انت عايز تعملها بتخلص في الوقت اللي انت عايز تعملها فيه؟ غالبا لا، قليل ما بتخلص بدري، وغالب الظن ما بتخلص متاخر. لكن لو ما كانش في اساسا وقت محطوط ما كانتش هتخلص. اوكي، يبقى احنا كده عرفنا السمه الخمسه من سمات الجول اللي قابل للتنفيذ، وهي ايه؟ سبيسيفيك، ميجربل، اكشن اورينتد، رياليستيك، اند تايم باوند. دول الخمس سمات اللي المفروض يتوفروا في اي جول او تاسك او اوبجكتيف عشان تبقى قابله للتحقيق. الحقيقه موضوع الاس ام اي ار تي ده، او السبيسيفيك ميجربل اكشن اورينتد رياليستيك اند تايم باوند، الناس بتتكلم فيه وهتلاقيه مكتوب في حتت كتيره. بيكلموا عن الاهداف الذكيه. احب اقول لك انها مش ذكيه ولا حاجه، اوكي، هي مالهاش علاقه بالذكاء خالص. هي اس ام اي ار تي، ولان اس ام اي ار تي لو اتحطت في كلمه واحده هتتنطق سمارت اللي هي ترجمتها ذكي، يبقى ايه؟ الناس للاسف ترجمتها بالشكل ده، لكن هي سبيسيفيك ميجربل اكشن اورينتد رياليستيك اند تايم باوند. ده كده الصندوق اللي بيعمل ايه؟ الصندوق اللي بيعمل الهدف اللي قابل للتحقيق. نقطة بقى تانية أحب أكلمك عليها علشان الأمانة العلمية.
لو انت ان شاء الله بعد ما خلصت الكورس ده حبيت تدور في مراجع تانية وابتديت تبص على SMART الناس بتسميها ايه، هتلاقي ان اس وام وتي الناس ما اختلفوش عليهم، specific measurable time bound، انما الاي والار هما اللي هتلاقي ممكن فيهم اختلاف بين الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي وبين الكلام اللي بعض الناس بيقولوه. هتلاقي الاي بدل اكشن اورينتد ناس كاتبين اتينبل، اتينبل يعني قابل للوصول ليه او قابل للحصول عليه، اوكي، وبالتالي بقى زي رياليستيك، مش كده؟ الحاجه الاتينبل بطبيعه الحال رياليستيك، والحاجه الرياليستيك بطبيعه الحال اتينبل. يبقى في الحاله دي لازم الار تتغير، ما ينفعش نقول اتينبل رياليستيك، وانما نقول ايه؟ اتينبل relevant. relevant relevant يعني ايه؟ relevant يعني له معنى، له قيمة، له فايدة. مثلا انا عايز اخلص البكالوريوس بتاعي، عايز اخلص البكالوريوس بتاعي، ده هدف، اوكي. قيمته ايه؟ قيمته ان انا ابقى انسان احسن، اتعلمت كويس ومؤهل لان انا ادخل سوق العمل سواء موظف او ان انا اقدر افتح البيزنس بتاعي. يبقى الهدف نفسه اللي هو الحصول على شهادة البكالوريوس ليس هدف في حد ذاته، سوري، ليس هو القيمة في حد ذاته، وإنما قيمته في اللي هيتحقق بسببه. عايز مليون جنيه، عايز مليون جنيه ليه؟ علشان أعمل أشتري بيت وأشتري عربية ودخل عيالي الجامعة. يبقى المليون جنيه اللي هي أنا حطيتها هدف ما بقتش هي القيمة في حد ذاتها، وإنما القيمة إيه؟ بإن تحقيق الهدف ده في من وراه حاجات تانية. ده معنى relevant. خلاص؟ المهم، فاللي بيقوله specific, measurable, attainable, relevant, time bound إن شاء الله صح، واللي برضو زي حالاتي بيقوله specific, measurable, action oriented, realistic and time bound برضو إن شاء الله صح. يبقى إحنا كده تعرفنا في محاضرة اتقسمت على كذا حتة، اتعرفنا على ايه الخصائص اللي محتاجين نوفرها في الجول علشان يدخل في الصندوق، نقدر نشيله من السحابة ونحطه جوه الصندوق وبالتالي يبقى قابل للتحقيق. ارجو ان شاء الله ان نكون استفدنا، ودايما تاخد بالك وانت بتحط اهداف ان انت تحط الاهداف وتحاول تحط فيها السمات اللي تخليها قابلة للتحقيق او اكثر قبولا للتحقيق ان شاء الله. ارجو ان انتوا ما تكونوش زهقتوا مني، ونكمل مع بعض بقى بقية كلامنا في الفاندمنتز اوف بروجكت مانجمنت في المحاضرة الجاية ان شاء الله.